قول لي شو عم يصيرون طيبين؟ اذا ما جرغم الثاني ايش في؟ شو عم بيصير طيبين؟ ايش في هون؟ ولكن قبل كل شيء يا طيبين، ما تنسونا بزر الله يكون مشاركه والشير، وخلينا نشوف حظنا كم راح يكون هذه المره. طيبين الله يسعد ياكم، طلب خفيف مني الكم حبايبي. رابط قناه جديده بالوصف موجوده يا طيبين، عم نزلكم مقاطع صراحه متعوب عليها كثير 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 كثير، يعني روحوا شوفوا شباب صبتوا لنا الوضع الله يسعد ياكم. اوكي خلينا ندخل نشوف حظنا بعليه كم راح يكون. بسم الله يلا نطير. ايوه لا لا، مرة تانية معلم، مرة تانية يا شباب طلعت لي معلم التخفيض السعيد. شو عم يصير؟ اوه ماي جاد، شي بلوز. ها اوكي بسم الله، خلينا ندخل نشوف معلم شوف هذا المتجر الثاني. طبعا اوكي طورك معي كيف هون معلم، مثل ما انتم شايفين عندنا بطاقة الحاضنة العادي. اوكي طبعا صراحة يعني بما انه بطاقة الحاضنة معلم نسوي رح اتاكد من شغلة. طيبين هذا معلم بطاقة الحاضنة البخيلة تنتهي يعني الشهر اخر شهر الثامن. اوكي حتى شوف شغلة شباب، انا حرقت الحاضنة هي الفترة الأخيرة. اوكي راح اشوف كم رغيلة تخلص. ايوه اوكي هو البخيلة معلم، هون البخيلة هاي 31 يوم، نحن الان بالشهر حبيبي والله. لنشوف 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 من بعد معلم بطاقة الحاضنة، لنشوف الوضع شو راح يكون. خليكم انتم معلم بتحسبوا معلم، بصراحة فايق جد بالنوم ماني بصح ساعة احسب. بطاقة الحاضنة معلم بالحاضنة هي بقيلة 31 يوم عشان يكون في شي حاضنة ثانية. اوكي وفي بالمتجر الغامض معلم بطاقة الحاضنة بيوصل لاخر الشهر الثامن يعني 31/8 بطاقة والحاضنة بقيلة 31 يوم. بتحسبوا معلم ماني بصح ساعة ماني بصح ساعة والله. اوكي نرجع لورا معلم، نرجع على المتجر تبعنا اللوز. اوكي وين كنا؟ كنا هون عندنا هون هاي بيت الحاضنة بطاقة تغيير اسم يلزمونا كثير يا طيبين، عشان تعرف مرات هيك نعمل شيء مقاله بتغيير اسم ما تغيير اسم بتعرف غير اسمنا مره. اوكي هون معلم شوف يعني معلم نحرق كل شيء هون. اي بطاقات الحال نخليها على جنب شوي. هي شو هذا؟ كتابه تشعبي وعندنا هذول التوكنات، مو توكنات اي توكنات، توكنات هون عندنا هون توكنات كالعاده تمام. بس شو هذا الماج؟ هذا ماك جديد فيه ماك وفي اوكي دايم دايم اوكي شغال معنا. يا تعرف شو رح نعمل ايه؟ نشتري معلم، افتح يا سمسم. اوكي اوبا اوه طلع لي دايم بلوز، اوه طلع لي اثنين دايمين حلو. شوف كم فيه اثنين مدى بسرعة. اوكي حلو 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 حلو. هذا ما عندي هذا، سوا نفتح هيك معلم شوف حظنا. 62 جوال اوبا ايش هالحظ معلم؟ اوه طلع لي ليه؟ ليه؟ كلا خمس معلم، والوضع باللوز كلا خمس معلم. عملوا تثبيت حلو جبناه شيء تمام تمام. شوف عندنا هون شيء ثاني نشوف. ايوه بسم الله نشتري لسه هذا السكين البنت حلو. بس كملت معلم انا ما بفتحه صراحه، هذا هو شكله باللوز. اوبا في عندنا هون رقصه جديده ايوه اوبا ايش رقصه الحصول على النجمه. الله 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 رقصه حلوه معلم، حلوه كثير هاي. تعال هون عملها تزويد نحطها بشي مكان. امسك النجمه معلم، وين حطها؟ نحطها معلم نحطها هون، بعد شوي نضبط الوضع تمام تمام. هون شو في عنا؟ عنا كتاب وهون عنا كتاب. اوه رومات بلزمونا، رومات حلوات. عندنا هون صندوق توكن تبع اللي بيطور فيها. استنى شوي كيف عليك حاسس معلم؟ هو بالله شوي ايوه ايوه هيك احسن ايوه. الويكلت التوكنات بتطور الاسلحه معلم حبيبي والله. هون عندنا صباطات، استنى شوف بالك طلعنا هذا الصباط اللي ما عندي اياه. لا هنينا با صباط بلوز بلوز تمام التمام. اوكي عندنا صندوق رمضان. عندنا هدول مملوكات. شو متأكد كل شيء عندنا؟ عندنا كل شيء عندنا. هذا السكين عندي، هذا السكين وعندي هذا السكين. اوه هذا السكين كثير حلو شباب وتمام التمام. اول ما اتذكر هذا الشباب هذا كان ما بعرف اللي كان يلعب اللعبه ايام زمان، كان هالسكنين كانوا كانوا متجر غامض لما اول ما نزلوا. وانا غلطان
اشوف عليك كيف ذكرت، اذا ذكرتكم باللوز مثلي ولا مش باللوز مثلي او حبيبي والله. المهم وين كنت؟ تشعبي ستاخذ تشعبي، والان معلم خلينا نركز على السكين هذا معلم، الشغل الصيفي ما صيفي صراحه، سكين يعني ما ايش بوشي باللوز. اوكي تمام التمام، نعمل له فتح قبل التزويد وشي تمام التمام. طيبين اوكي، رح الملعب شباب، بلا تزعلوا مننا شباب، رح ندخل نشوف اول شيء، نجرب السكن البنت او نشوف شو وضع معلم. قول هيك قول لي ايه السمار ده؟ طبعا المعلم بتعرف يعني الدنيا يعني صيف والسمار واحد واحد بيسمن يعني، فهمت علي شلون؟ حبيبي والله تمام التمام. اوكي هذا عندنا معلم سكن البنت جنس معلم، يمكن اول مره اشوف سكنات من نوع الجينز يعني النوع القماش هذا معلم، ولا انا غلطان ما اعرف، انا هيك شايف. اوكي هذا هو سكين البنت معلم. اوه وين بدنا نروح؟ نروح عند ادم سلم عليه. الو ادم شلونكم؟ شو ما تعبتم عليه من الدري؟ معلم دائما تفون هيك بيعملوا هيك، مش تعبانين، يلا موفقين بشوفكم على خير. ها تمام بس فرديكم، نعطيكم فرديكم نجمي نجمي معلم، بدكم نجمي خذوا نجمي معلم، خذ خذ. اوكي بعد ما جربنا سكين البنت معلم، بدنا ندخل نشوف سكين الشاب اللي هو هذا. يا سلام عليك معلم، حاط طبعا الشخصيه الرئيسيه عندي معلم، حاط شخصيتك كلها ترى شلون يعني شغل البوكس من بوكس. اوكي هي شوف مسكين هيك بشكل خفيف هيك على السريع. طبعا هون عندنا هذا شعراته معلم، شعراته حلوه، شعراته لك لا طلعت تمام التمام، ويعني باللوز. وعندنا هون كمان التيشيرت تبعه، لا مو تيشيرت يعني دي برضه، هذا تبعه معلم حلو 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 بنطق يعني، ما اعرف ايش تحسه. شو هالسكين معلم يا اخي، بذكرني بشي بس ما بعرف هيك بيلبسوه معلم، يمكن هذول الصينيين ولا الجابونيين هذول معلم بيلبسوا هيك هيك لبس معلم، حتى ولا هيك 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 جت الفكره معلم هيك فجاه يعني. اوكي خلينا نشوف، ندخل ونشوف لون شكله في الجيم. انا دائما بحب هيك اتفرج على السكين هيك كل ما بتجيبه ونشوف هيك يعني تمام فين نتفحصه وكل شيء تمام التمام. اوكي سكين خفيف كثير خفيف، مو من نوع السكينات يعني، بتعرف في بعض السكينات مرات بتنزلها كارينا بيكون شوي ضخمات وواحد بيتلخبط. اوكي طبعا بالنسبه للاعب بي سي مثلا مثلي، لاعب بلعب على البي سي عندي شاشه كبيره يعني ما يزعجني هذا الشيء، فهمت على شيء فهمت علي شلون؟ بس ولكن اللاعبين الهواتف تشيك يعني اكيد مزعجه، ولا انا شو شباب؟ هل توافقون الراي تاعي ام لا؟ اوكي انا اعتقد توافقوا، اذا توافقوا اكتبوا بالتعليقات. اوكي بس استنى بزر اللايك، استنى يلا عم استناك انزل، حطيت لايك حطيت لايك ولا لا؟ عم استنى فيك شكلك حطيت لايك، كفو عليك. اوكي حلو كثير طيبين تمام. طيب الله يسعد ايديكم، هي بتكون تمام مقطعنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا، لا تنسوا تشاهدوا هذه الفيديوهات اللي عم تطلع هنا امامكم على اليمين وعلى اليسار، فهمتوا علي شلون؟ اوكي اشتركوا بالقناه الجديده حبايبي الكرام، الله يسعد ايديكم صراحه يعني عم نشتغل عليها منيح، مونتاج اسطوري كل شيء باللوز. اوكي يومكم سعيد، نشوفكم على خير.